بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله استكمل شرح chapter 1 introduction to CNC machines وبنعرض إلى how to assign zero point of the machine we have got three methods هما نمرة واحد manual settings نمرة اثنين absolute zero shift نمرة ثلاثة work coordinate هما اللي بنعرض بيهم نحدد zero point of the machine نحصينا على أول طريقة اللي هي المانيوال uh, settings بيقولي the operator can use the machine control unit to locate this bundle over the desired part 0 and then set the x and y coordinate registers in the console to 0 هو بيتم انه اللي بيحصل انه بنشوف desire point اللي يودي عندها التول وبعد كده بيظبط الاكس والواي كورنيت ريجسترز اللي هي موجوده عنده في مخزنه في السيستم عنده يغيرها الى ايه؟ الى زيرو، يبقى كده اصبحت النقطه الجديده اللي هو اختارها هي دي بتمثل بتمثل ايه؟ الزيرو بتاع الورك بارت. شوف الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ ابسوليوت زيرو شيفت في الابسوليوت زيرو شيفت اللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه الاول بنودي التول للهوم بوزيشن وبعدين نعمل عن طريق كوماند uh, اللي هو جي 92 اني انا اعمل الشيفت انا عايز اعمل شيفت قد ايه بحقق الشيفت ده عن طريق الجي 92 طب نشوف الكلام ده ازاي فبيقول لي ذا ابسوليوت زيرو شيفت كانت تشينج ذا بوزيشن اوف ذا كورنيت سيستم by a command in the CNC program اللي احنا قلنا عليه ايه اللي هو G92. The programmer first sendeth the machine spindle to home zero position by G28 command in the program. G28 ده ال command اللي احنا بنقول للمشين machine go to home position فعشان اوديهم position يبقى لازم اقول له G28. After that بنعمل ايه؟ Then another command G92 for absolute zero shift اللي بنستخدمه الابسولوت zero shift. tell the, the machine control unit how far from the home zero location the coordinate system origin is to be positioned. تعال نشوف example على هذا الكلام يوضح لنا الموضوع ازاي يقول لي the sample command may be as follows اول حاجه اهو ده طبعا ان واحد بنبدا هو البرنامج g28 x0 y0 z0 يبقى g28 ده ايه بقول روح للهوم بوزيشن جو تو هوم بوزيشن اهو سينس to تو هوم زيرو بوزيشن بعد كده طب انا عايز اعمل الشيفت بتاع التول فقال لي ايه ابدا ان تول g92 x4 يبقى اذا انا بعت في آآ آآ بمسافه موجبه مقدارها 4 وبعدين عندي y بخمسة وبرضو y في ال positive بخمسة و z بستة the new position which the machine were reference as a part 0 هي اللي هتكون دي شكراً نراكم إن شاء الله في المقاطع القادمة